أشكر محبة آبائي ملائكة هذه الكنيسة، ادوني أخذ بركة القداس الإلهي مع حضراتكم، وأتعزى بالصلاة مع الآباء ومع الشمامسة الإخوة الأعزاء. النهاردة القرايات بتتكلم عن 3 كلمات. القرايات كلها بتتكلم عن 3 كلمات. يقول كده في الإنجيل بتاع الباكر: انظروا واسهروا وصلوا. انظروا اسهروا صلوا، 3 كلمات و3 أفعال. في الإنجيل بتاع عشية يتكلم برضه يقول: اسهروا إذن، اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون متى يأتي الساعة. معلمنا بولس الرسول في القراية اللي اتقرأت النهاردة يقول كده: انظروا إلى نفوسكم، انظروا إلى نفوسكم. ومعلمنا بولس الرسول يتكلم يقول كده إيه: كونوا متيقظين واسهروا، كونوا متيقظين واسهروا. وفي الإنجيل بتاع لوداس بيكلمنا عن مثل اللي هو وكيل الظلم. وكيل الظلم هو إنسان اتقال عليه إن هو وحش، اتقال عليه إن هو مش كويس، واللي عمله في الآخر السيد المسيح طلعه كويس جدا ومدحه. يبقى عمل حاجة كويسة، ما طلعش إنسان وحش. ممكن يكون وحش في نظر الناس لكن قدام ربنا كان كويس. فال3 كلمات دول هما اللي بيحددوا سكتنا على الأرض ومسيرتنا نحو السماء. انظروا واسهروا وصلوا. أحبائي، بدون ما ننفذ هذه ال3 أفعال احنا محتاجين نراجع نفسنا. ليه بقول كده؟ لان ممكن مع ضغوط الحياة، مع المشاكل اللي حوالينا، ومع المشاكل الاقتصادية، ومع المشاكل العائلية، ومع الامراض، ومع كل الحاجات دي، الواحد ينسى، يتوه، ينسى هدفه على الارض وينسى هدفه اللي في السماء. لو بصينا كلمة واحدة وقعدنا نفصصها كده ب3 تعبيرات بسيطة جدا، يقول كده: انظروا إلى نفوسكم. يبقى أنا هنظر إلى نفسي، هنظر إلى نفسي. يعني هنظر إلى نفسي، أخلي بالي، أشوف أنا بعمل إيه، أشوف أنا ماشي صح ولا غلط. معلمنا بطرس الرسول كده إيه: كونوا متوقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر. إذن فالواحد اللي يبص لنفسه، يبص لخلاص نفسه، يبقى منتبه، واخد باله كويس قوي ان الشيطان ما يوقعوش، الشيطان ما يضحكش عليه. لان كتير ممكن الواحد يتلبخ بالامور اللي حواليه وينسى اهم هدف، وهي خلاص نفسه. ولذلك السيد المسيح يقول ايه: لانه ماذا ينتفع الانسان لو ايه، لو ربح الايه العالم كله وخسر ايه، خلصت، خسر كده. النظرة التانية يقول كده: انظروا كيف تبنون، او انظروا كيف تسلكون. معلمنا بولس الرسول لما بيوجهنا لحتى يخلي بالك انت بتبني، ولما تبني عايز تعلى لفوق، وعشان تعلى لفوق لازم ايه، ها، تحفر لتحت، تعمل اساس جامد تحت. من غير ما تعمل اساس جامد تحت، لو الاساس سطحي هيجي شوية هوا، يجي عاصفة وتروح مطيرة البناء. زي ما السيد المسيح قال ايه: كل من يسمع كلامي ويعمل به يشبه رجلا بنى بيته على الايه، على الصخر، حفر وبنى. طب والتاني يقول لك خلاص. مرة من مرات بولس الرسول يقول كده، يقول ايه: ممكن كل واحد يبص على نفسه في المراية. قال التشبيه ده كده بالظبط، ينظر الى نفسه في المرآة. تخيلوا كده واحد منكم كده يكون نازل، وهو نازل
بص في المرايه لقى شكله ملخبط كده ولبسه مبهدل ونزل. يبقى المرايه ما فادتوش بحاجه، المرايه ما نفعش بحاجه. فلينظر الى نفسه، ينظر ان هو يصلح نفسه، يدور على الاب اعترافه ويتوب ويتناول ويبقى له حياه روحيه قويه مع ربنا، وينظر كيف يبني. في قصه رمزيه اتقالت عن واحد كان شغال مهندس، والواحد ده كان شغال لي سنين طويله مع واحد كبير، وبعدين جاله قال له معلش للاسف يعني الشغل قل شويه، فدي اخر شغلانه هتعملها، دي اخر شغلانه هتعملها. فقال ده كده طب انا مش عارفني هشتغل تاني ولا مش هشتغل تاني، انا ممكن اضيع كده. فقال طب خلاص انا اظبط نفسي بحيث ايه ابص لقدام وامن نفسي، ما عملش زي وكيل الظلم. فعمل ايه؟ الناس اللي بتاعت الهندسه تفهم بقى، بدل ما يجيب مثلا حديد مثلا 8 جاب حديد 6، بدل ما يحط مثلا 6 اسياخ حط 4، بدل ما يحط خامات درجه اولى حط خامات درجه ثانيه، بدل ما يحط بلاط درجه اولى حط بلاط درجه ثالثه، وهكذا. ابتدى يختصر في كل المصاريف بحيث انه ايه يقدر يوفر اكبر مبلغ ياخده من صاحب الشغل ده. وطلع الشكل من بره جميل جدا، بناء شكله حلو جدا، فيلا شيك قوي ومنظرها بتلمع وحلو جدا. وراح عند صاحب الشغل قال له انا خلصت المشروع واتفضل المفتاح حضرتك زي ما طلبته مني. قال له انت ليك معايا اكتر من 30 سنة وانا مش عارف اشكرك ازاي، مش عارف اشكرك ازاي على تعبك معايا، مش هلاقي كلمة اشكرك بيها غير ان انا ايه اديك المفتاح ده هدية ليك، الفيلا دي بتاعتك انت. هو ده احنا نعمله مع ربنا، بنبني وبننسى ان البنى بتاعنا ده لينا مش لغيرنا، لينا. عمركم شفتوا نخلة كده يجي الهواء يطيرها يوقعها؟ لا. ليه؟ لان النخلة مقصلة، ليها جزء جامد تحت. كل ما نتعمق في علاقتنا الروحية مع ربنا، كل ما احنا نبقى قوياء ونبقى منتصرين ونبقى ثابتين في ربنا. انظر الى نفوسكم وانظروا كيف تبنون. التالتة، انظروا التالتة ايه بقى؟ انظروا الى ايه اللي حواليكم. ده اللي عمله وكيل الظلم زي ما سماه المثل. وكيل الظلم كان بيعمل ايه؟ كان شغال عند واحد، وكان مثلا الشخص ده مثلا ليه 80، كان شغال بالنسبة، شغال بالنسبة. يعني شغال بالنسبة يعني هو ليه 80 عند اللي بيعله، يروح عند الراجل يقول له ايه انا عايز منك 100، يدي صاحب الشغل 80 وهو ياخد ايه 20. واحد تاني يقول له انت ليك عند صاحب الشغل ليك ليه 60، يقول له هات 80، ادي 60 صاحب الشغل وايه واخد هو العمولة. وهكذا فضل شغال كويس بيحافظ على مال صاحب الشغل. في اخر عملية عملها دي، اخر عملية عملها وصاحب الشغل قال له خلاص مش ايه مش هتشتغل تاني، خلاص وقتك خلص على الارض، خلصت، وريني بقى كشف الحساب. عمل ايه؟ ها نبص عليهم نشوفهم كده. يقول ايه؟ دعا كل واحد من مديوني سيد وقال الاول كم عليك لسيد، فقال 100، فقال خد صدقك واكتب 50، والتاني قال له 100، قال له اكتب 80. هو جاب المبلغ بتاع ايه بتاع صاحب الشغل، هو اللي سابه اللي هو ايه حقه، هو عمولته هو، قال انا مش مهم ياخد، لكن صاحب الشغل اديله امانته اديله حاجته. يعني بالبلدي كده زي ما بيقولوا ايه جه على نفسه. لما جه على نفسه صاحب الشغل قال الراجل ده فعلا امين، الناس اللي قالت عليه مش كويس ظلمته ان هو انسان امين. ولذلك في نهايه المثل مدح وكيل الظلم، قال لهم ايه؟ ان لم تكونوا امناء في مال الظلم من يأمنكم على الحق، ان لم تكونوا امناء في القليل من يأتمنكم على الكثير. الامين في القليل امين في الكثير،
طب ايه القليل والكثير بالنسبة لنا؟ مثل واحد بسيط قوي، اللي على الارض دي حياتنا اللي على الارض 80 سنة 100 سنة مش هتزيد عن كده، ها؟ هي دي قليل، انما الابدية هي دي كتير. لو ربنا لقاني امين على 80 سنة ولا 100 سنة دول هيستأمني على الابدية، لو لقاني مش امين هنا يقول لي لا، يبقى الابدية كان ما تنفعش تبقى امين فيها. ربنا يدينا ان احنا ننظر لانفسنا ويبقى لنا توبة وعلاقة قوية بربنا، ننظر كيف نبني ويكون لنا علاقة قوية ويكون لنا اساس ثابت في علاقتنا الروحية، وننظر الى تعاملنا مع الاخرين نتحمل ونسامح وندي محبة للاخرين حتى ما ينظر الله الى قلوبنا ويعطينا الميراث الصالح. ولإلهنا وكل مجد وكرامة من الآن الى الأبد.